السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة طبخ سمية. اليوم ان شاء الله نزولا عن طلب العديد من الاخوات اللي طلبوا مني طريقة ديال تحضير سلو اللي يكون اقتصادي، فانا لبيت الطلب ديالكم وحضرته معكم اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوه. بلا ما نقول لكم كيجي لذيذ بزاف، واكيد الا جربتوه غادي يعجبكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في السلو ديالنا، فعندنا عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الابيض اللي حمرته كيف ما كتشوفوا. غادي نخليكم مع طريقه التحضير ديالو. فواحد الطنجره اللي كتكون ثقيله، ما تستعملوش شي طنجره اللي تكون خفيفه. غادي توضعوا واحد كيلو ديال الدقيق الابيض كيف ما كتشوفوا، وغادي نوضعوا على واحد العافيه مهيله مع التحريك المستمر باش ما يتحرقش لكم. فضروري الا درتوه فوق النار فضروري انكم تحركوه باستمرار، او يمكن لكم تدخلوه الفرن وتحمروه. فبعد ما حمرت الدقيق كيف ما كتشوفوا اللون ديالو كيرجع بحال هكا، كنوضعوا في واحد المصفات وكنغربلو، ودوك الحبيبات اللي بقاو عندي غادي نعاود نطحنهم كيف ما كتشوفوا. وعندي كذلك اللوز اللي حيدت له القشره ثم قليته، غادي نخليكم كذلك مع طريقه التحضير ديالو. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي ناخذ واحد زلافه ديال اللوز، غادي نضيف عليها ماء مغلى. الا كنتو غادي ديروا كميه كبيره فديروها فوق النار. انا هنايا عندي غير زلافه، يعني غادي ندير غبي فوقها الماء مغلى، ولا شفتوا انه برد ومازال ما تقشرش ليا اللوز فكنعاود اللوح داك الماء وكندير ماء اخر. صافي، وكنقشرو بكل سهوله. ثم غادي نوضعو في حمام زيت كنقليه وكيكون جاهز. وعندي هنايا كاوكاو كيف ما كتشوفوا. عندي الكميه، بالنسبه للكميه فانا خديت هنايا 500 غرام ديال الكاوكاو وحمرته في الفرن ثم طحنته حتى ولا بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كتخليه واحد شويه مهرمش. غادي نخليكم كذلك مع طريقه التحضير ديالو. كيف ما كتشوفوا كناخذوا اللطه ديال الفرن وكنسرحوا فيها داك الكاوكاو. انا عندي هنايا نصف كيلو، كتسرحوه بهذا الشكل وكتدخلوه للفرن، وملي كيتحمر فكيولي بهذا الشكل. كتحيدوا له القشره، ومن الافضل انكم تستعملوه بدون قشره باش ما يعذبكمش، وكيولي بحال هكا حتى كيتحمر مزيان. صافي، وكناخذوا وكنطحنوا بهذا الشكل. وعندي كذلك الجنجلان. فبالنسبه للجنجلان عندي هنايا نص كيلو، درت هنايا نص كيلو فحمرته كذلك في الفرن وطحنت النصف كيف ما كتشوفوا، طحنته مزيان والنصف خليته صحيح بحال هكا. وغادي نخليكم مع طريقه التحضير ديالو. بنفس الطريقه اللي حمرنا بها الكاوكاو كناخذوا الجنجلان وكنوزعوه في اللاطه اللي كتدخل الفرن. صافي، وكنبقاو نحركوا هاد العناصر ديالنا باستمرار ملي كندخلوها الفرن باش ما كتحرقش لينا. صافي، ملي كنحسوا بانه ما بقاش في داك المذاق النيئ ديالو صافي كناخذوه وكنخليوه حتى كيبرد وكنطحنوه. كيف ما قلت لكم نصف ديال الكميه نطحنها والنصف غادي نخليوها بحال هكاك. عندي كذلك اللوز. بالنسبه للوز فانا خليته بالقشره ديالو حمرته في الفرن تتحمر مزيان ثم طحنته وخليته مهرمش واحد شويه كيف ما كتشوفوا. كتخليوه مهرمش باش كيجي باين في السلو ديالكم، ماشي كيجي داك السلو كامل مطحون. يعني انا ديما كنستعمل هذه الطريقه، وكيبقى حسب الرغبه ديالكم. تقدروا تطحنوا هذه المكونات مزيان او ديروا كيف ما درت انا. وبالنسبه لطريقه التحضير فخديت هذه الباكيه ديال اللوز فيها 400 غرام، غادي نوضعها في اللاطه اللي كتدخل الفرن. وبنفس الطريقه غادي نحمر اللوز ديالي، فكتحمروه مزيان حتى كتشوفوا ملي كتحلوا اللوزه كتلقاوها انها من الداخل يعني تحمرت، كتولي عندها داك اللون بني خفيف. صافي، وكتحيدو كتخليوه حتى كيبرد وكطحنوه. فانا خليته بالقشره ديالو هكا كيبقى محافظ حتى القيمه الغذائيه ديالو وكيجينا لذيذ كذلك. وغادي نحتاجو كذلك للسكر، السكر الثقيل، او غادي ديرو كيف ما درت انا. خديت السكر الاسمر وطحنته حتى ولا بهذا الشكل على شكل بودره كيف ما كتشوفوا، او يمكن لكم كيف ما قلت لكم تعوضوه بالسكر الثقيل. وطحنت معاه شويه ديال المسكه الحره. وغادي نحتاجو كذلك لواحد الملعقه من القرفه، وغادي نحتاجو واحد نصف جوزه محكوكه، وغادي نحتاجو لهاد جوج مكونات يمكن لكم تضيفوهم او تستغناو عليهم. الكاكاو، عندي ملعقه من الكاكاو،
وساشي من السكر فانيليا، فجوج مكونات اختياريين، ولكن صدقوني على حسابي كيعطيو واحد اللذة خاصة في السلو. صافي غادي نحتاجو كذلك عندي هنايا اليانسون الشمر، حبة حلاوة ونافع، واحد جوج معالق اللي حمرتهم كذلك غير في واحد المقلاة وطحنتهم تولوا على شكل بودرة بهذا الشكل. وغادي نحتاجو كذلك زيت الزيتون باش غادي نخلطو السلو ديالنا، فتقدروا تخلطوا بالزبده الا كنتو مولفين كتخلطوا بها، او تخلطوا بزيت المائده، داكشي كيبقى حسب الرغبه ديالكم، ولكن الا خلطتوا بزيت الزيتون كتبقى شي حاجه اللي صحيه، وفي نفس الوقت غير خصكم تختاروا واحد زيت الزيتون اللي كتكون خفيفه، يعني ماشي ديك اللي كتكون حاره والمذاق ديالها مشد، يعني اختاروا شي وحده اللي كتكون خفيفه ما كيجيش المذاق ديالها نهائيا باين في السلو ديالكم. صافي غنمشيو لطريقه التحضير. فغادي نبداو بسم الله. كيف ما كتشوفوا غادي ناخذوا الدقيق، غادي نضيف عليه داك اللوز، غادي نضيف عليه الكاوكاو، ثم غادي نقوم بإضافة الجنجلان، وغادي نضيف داك اليانسون والشمر حبة حلاوة والنافع، وغادي نضيف القرفة، الجوزة، الكاكاو، سكر فانيليا، ثم غادي نضيف داك السكر، السكر كيبقى حسب الذوق، فانا هنايا دايره كاس ديال السكر. و حتى كتخلطوا السلو ديالكم وكتذوقوا كتشوفوا واش الا كانت ناقصه الحلاوه فكتضيفوها. صافي غادي نخلط هاد المكونات الجافه كيف ما كتشوفوا، كتخلطوهم مزيان مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نبدا في اضافه زيت الزيتون، فانا ما غاديش نضيف هذا زيت الزيتون اللي في هذه القرعه، لان هذا الزيت كتكون شويه مجهده بالنسبه للناس اللي عايشه في ايطاليا، فغادي تختاروا واحد زيت الزيتون اللي كتكون خفيفه، يعني حتى المذاق ديالها كل ما بقات ما كيبقاش المذاق ديالها باين في السلو. صافي وغادي نبدا في اضافه الزيت بالتدريج، وانا كنخلط هذا السلو مزيان، فكتخلطوه مزيان، ضروري انكم تعجنوه باش كيخرج كاع داك المواد الدهنيه ديالو. فانا بان لي بان السلو باقي ناقصه الحلاوه، غادي نضيف له، غادي نكمل شويه ديك الحلاوه، غادي نكملها بالعسل، غادي نضيف واحد 3 المعالق كبار ديال العسل، صافي ملي يبدا يبان لكم السلو ديالكم انه كيتجمع كيف ما كتشوفوا، صافي ما كتبقاوش تضيفوا الزيت. صافي غادي نوضعوا في صحن التقديم ونزينوا باللوز ونتلاقاو. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السلو اللي حضرت معكم اليوم، كيجي لذيذ بزاف صدقوني، نتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه، واكيد الا جربتوه غادي يعجبكم. وصلنا لنهايه الفيديو، كيف ما كتشوفوا فانا زينت سلو باللوز اللي قشرناه وقليناه اللي خليناه، فوصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، والا عجبتكم فخليوا هذا الفيديو يوصل اكبر عدد من اللايكات، ما تبخلوش عليا بلايك، وما تنساوش الاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروها، وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق، وكذلك الانتقادات ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. نتلاقاو في وصفه اخرى مع فيديو اخر. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.